نتابع معكم مشاهدينا وقفة تضامنية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أمام مستشفى شهداء الأقصى. نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعنوان أوقفوا قتل الصحفيين. لطالما كان الواقع الصعب واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد كالعنقاء، يصحو من رماده ويعيد تجديد ذاته ويثبت للعالم بأن الصحفيين الفلسطينيين للحقيقة أحياء وللكلمة والصورة أوفياء. أكثر من 140 يوما مرت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يرتقي لجرائم إبادة جماعية لم يشهد مثلها التاريخ المعاصر. فقدنا في هذه الجرائم أكثر من 130 صحفيا وعاملا في حق الإعلام، منهم 16 زميلة، ودمرت أكثر من 73 مؤسسة إعلامية في استهداف متعمد وسافر للحقيقة وللصحفيين الفلسطينيين. نحن اليوم في هذه الوقفة لنرسل صوتنا للعالم الحر بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون والصحفيون، والصحفيون الذين كانوا وما زالوا صوت الحقيقة ومنبر شعبهم الحر. دعونا الآن نستمع إلى كلمة نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع أمين سر النقابة الأستاذ عاهد فروانة، فليتفضل. الزملاء والزميلات الصحفيون كلهم باسمه ولقبه، نشكر لكم تلبيتكم دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في هذه الوقفة التضامنية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للصحفيين، وتنفذها جميع النقابات والاتحادات المنضوية تحت إطار الاتحاد الدولي للصحفيين. حينما نقول الاتحاد الدولي للصحفيين فنحن نتحدث عن أكثر من 600 ألف صحفي ينتمون إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، يمثلون 187 نقابة واتحاد صحفي، وأيضا يمثلون 146 دولة في العالم، جميعهم لبوا دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال هذا اليوم، اليوم التضامني الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين في 26 من هذا الشهر، والذي يصادف اليوم الاثنين، حيث تقوم في هذا التوقيت وفي منتصف النهار في معظم أو كل الدول المنضوية في الاتحاد الدولي للصحفيين بتنفيذ فعاليات متعددة، منها الوقفات التضامنية وورشات العمل ودقيقة الصمت وغيرها من الفعاليات التي تقوم هذه النقابات والاتحادات بتنفيذها بشكل متزامن، تضامنا وتقديرا للصحفيين الفلسطينيين الذين قدموا هذه التضحيات الكبيرة من خلال ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي المجرم على أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام وعلى الصحفيين بشكل خاص. فكانت هذه الدعوة التي استجابت لها جميع النقابات والاتحادات، وها نحن اليوم نقف في هذه الوقفة التضامنية إسنادا وتقديرا لتضحيات الجسم الصحفي، والتي وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 130 صحفيا سواء صحفي أو عامل في قطاع الإعلام، ونتحدث عن عشرات المصابين ومنهم بجروح خطيرة ويحتاجون للتحويل إلى الخارج. ونحن الآن في مستشفى شهداء الأقصى يوجد لدينا حالات صعبة وصعبة جدا من الزملاء والزميلات الصحفيين، على سبيل المثال الزميلة الصحفية رولا الدرة، والتي فقدت زوجها الصحفي نافذ عبد الجواد وابنها الوحيد، وتعاني من جروح خطيرة جدا وبحاجة ماسة إلى التحويل إلى الخارج لمواصلة العلاج. فنحن في هذا الصدد نطالب كل المؤسسات وكل الوزارات وكل المعنيين بالعمل على تحويلها وتحويل جميع الزملاء الصحفيين والصحفيات الذين يعانون من إصابات خطيرة ولا يتوفر لهم العلاج المناسب هنا في قطاع غزة. وهذه مناشدة نطلقها من خلال هذه الوقفة التضامنية. بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر من 1500 صحفي هجروا واضطروا للنزوح من أماكنهم ومن بيوتهم،
ودمرت مؤسساتهم، وتعرض الكثير من عائلات الصحفيين للقتل، وهذا مما جعل الأعداد تتجاوز أكثر من 300 من عائلات الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف المباشر، سواء كان الصحفي في منزله أو تعرض هذا المنزل للقصف المباشر من قبل قوات الاحتلال أو أثناء وجودهم في مؤسساتهم الصحفية، مما رفع عدد الشهداء الصحفيين وعائلاتهم، بالإضافة أيضا إلى تدمير عدد كبير من المؤسسات الصحفية. نتحدث عن أكثر من 73 مؤسسة صحفية وإعلامية تدمرت بالقصف المباشر من جانب قوات الاحتلال، وهذا مما أدى إلى أكثر من 21 إذاعة محلية توقفت عن العمل، ووكالة أنباء 15 وكالة أنباء أيضا تدمرت مؤسساتها الصحفية ومقراتها، وأيضا تدمير 15 مقر لفضائية محلية ودولية، وأيضا تدمير مقر 6 صحف محلية وثلاثة أبراج بث و13 مؤسسة خدمات صحفية، وغيرها من أشكال العدوان التي لا زال يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني عامة والصحفيين بشكل خاص. وهذا يدلل على مدى ما يحمله الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، نظرا لما يقومون به من دور مهم ومهم جدا في كشف وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم. حتى أنني أستذكر في هذا الصدد ما تحدث به رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بنت بعد حرب 2021، حينما خرج بتصريح وقال بأن الإعلام الفلسطيني تفوق على الإعلام الإسرائيلي، ويبدو بأن الاحتلال الآن يريد أن يجعل الصحفيين يدفعون ثمن هذا التفوق وهذا النشاط الإعلامي الذي جعل كل دول العالم تدرك حجم المذبحة التي يقترفها الاحتلال في هذا الصدد. ونحن في نقابة الصحفيين ومعنا الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الحقوقية الدولية، قامت النقابة قبل أكثر من عام برفع عدة قضايا لمحكمة الجنايات الدولية تتعلق بقتل الزملاء الصحفيين شيرين أبو عاقلة وياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأيضا إصابة الزميلين الصحفيين معاذ عمارنة وجعفر شتية، وتدمير يومها أكثر من 30 مؤسسة إعلامية في حرب عام 2021. تم رفع هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية بدعم الاتحاد الدولي ومؤسسة الحق وغيرها من المؤسسات الدولية الحقوقية، وننتظر أن تبت فيها محكمة الجنايات الدولية، ونشاهد بأن هناك تباطؤ من جانب كريم خان المدعي الحقوقي الدولي، ولذلك نطالبه بأن يتم العمل على هذه الملفات. والآن هذه الملفات ازدادت وتعاظمت بفعل ما يرتكبه ويرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الصحفيين، ونقابة الصحفيين تقوم بإعداد الملفات تلو الملفات من أجل تجهيزها وتقديمها أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية في هذا الصدد. فلن نكل ولن نمل حتى نضمن ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين. ومعنا كل المؤسسات وكل المراكز وكل المكاتب الإعلامية وكل المؤسسات الحكومية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، تقف معنا سويا، ونحن نقف مع بعضنا البعض من أجل أن لا يفلت قادة الاحتلال من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الزملاء الصحفيين. وفي هذا الصدد نؤكد في هذه الوقفة التضامنية، والتي كما ذكرنا تتم بالتزامن مع وقفات وفعاليات متعددة في مختلف دول العالم، نقول بأنه ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحفيين، والتي فاقت كل الجرائم على مدار الحروب العالمية. العمل على توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال أدائهم عملهم الصحفي، وذلك وفق ما تكفله القوانين والشرائع الدولية. ضرورة العمل على الإسراع في تحويل الصحفيين والصحفيات المصابين بجروح خطيرة للعلاج في الخارج، نظرا لخطورة وضعهم الصحي وانتظارهم لفترات طويلة. يعني بعض الزملاء الصحفيين مصابين منذ أكثر من شهرين ويعانون إصابات خطيرة، ولحتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من التحويل. فهذا يجعل مطالبتنا لكافة المؤسسات الحكومية والحقوقية للضغط من أجل تحويلهم وضمان معالجتهم خارج الوطن. إدخال معدات السلامة المهنية والتي تشكل حماية للصحفيين أثناء عملهم. مطالبة وسائل الإعلام كافة بعدم استضافة مسؤولي دولة الاحتلال ومحلليها حتى ليستغلوها في بث روايتهم الكاذبة وممارسة التضليل والتدليس. ندعو كافة النقابات والاتحادات الصحفية في العالم إلى مواصلة جهودها ومساندتها للصحفيين الفلسطينيين من أجل مساندتهم والوقوف إلى جانبهم وفضح جرائم الاحتلال. ونطالب
الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى أخذ دورها ومعاقبة الاحتلال ووقف حربه ضد أبناء شعبنا عامة والصحفيين بشكل خاص. نشكر لكم تلبيتكم هذه الدعوة، وإن شاء الله سنظل في فعاليات متواصلة من أجل أن نفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا عامة وبحق الزملاء والزميلات الصحفيين بشكل خاص. كل التحية والتقدير لكم، ونحن تحت شعار أوقفوا قتل الصحفيين سنظل نردد هذا الشعار حتى نوفر الحماية لأبناء شعبنا بشكل عام وللصحفيين بشكل عام. إذن مشاهدينا، كنا مع هذه الوقفة للاتحاد الدولي للصحفيين وأيضا للاتحاد في الفلسطيني أيضا في غزة، رفضا للجرائم جرائم الاحتلال. وكان هناك بعض المطالبات والحديث أيضا عن أعداد المتضررين، وأنه من تم استهدافه في غزة وصل عددهم من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إلى أكثر من 130، وكان هناك استهداف مباشر لهم ولعائلتهم إن كانوا في منازلهم أو حتى أثناء عملهم وفي المؤسسات التي يعملون لديها. وأيضا كان هناك حديث عن عدد كبير من المؤسسات التي تم استهدافها، طبعا مؤسسات إعلامية. أيضا كان هناك عدد من المطالبات، وكما قالوا بأنهم قدموا ملفات للمحكمة الجنائية، وأيضا هناك يتم إعداد ملفات أيضا سيتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية، ولن يتوقفوا كما قالوا أيضا في هذه الوقفة بالمحاولة لمحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن الجرائم التي يقومون بها في غزة، وهي جرائم إبادة جماعية كما قال.